السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلث لايف الرياضي من خلال برنامجنا. نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ونشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون منها بالشكل الصحيح. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نحاول قدر المستطاع أن نوفر لكم من المعلومات اللي هي الغذائية والرياضية على أساس نستفيد من هذا الشهر الكريم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو اتباع عملية اللي هو الدايت أو الرجيم في شهر رمضان الكريم. طبعاً بعض الأشخاص ممكن ما يلتفت حق عملية الدايت في شهر رمضان الكريم أو الرجيم، وبعض الأشخاص يكون مستمر على هذه العملية. طبعاً هذا الشهر الكريم أفضل شهر خلال هذه السنة أنك تخسر في دهون وأيضاً توصل حق اللي هو نتيجة رائعة من جسمك. ليش؟ لأن بعض الأشخاص ممكن يقول لك لا أنا أنزل وزني يزيد أخسر نسبة عضل كبيرة. ممكن نوعاً ما تخسر نسبة عضل ولكن تكون شيء لا يذكر أو قليلة، ولكن نسبة الدهون تكون بشكل كبير أنك راح تخسرها. أول شيء طبعاً اللي هو بسبب فترة الصيام الطويلة. فترة الصيام الطويلة راح تساعدك على خسارة الدهون. الحركة العادية، الحركة أثناء الدوام، هذه كلها تساعدك على خسارة الدهون بسبب أن عدم تناول الغذاء، الجسم ما في شيء يتغذى عليه، بالنسبة حق الجلوكوز ممكن يكون خالص من جسمك، فبالتالي راح يستهدف الدهون الموجودة في جسمك على أساس يحولها إلى طاقة ويحرقها، فبالتالي أنت هني قاعد تحرق من هذه الدهون الموجودة في جسمك وقاعد تستخدمها كطاقة. وأيضاً من خلال تغذيتك، في نقطة مهمة تحتاج أنك بنسبة كبيرة أول شيء تتناول الماء. أيضاً الدهون الصحية مهمة، لأن إذا أنت ابتعدت عن الدهون بشكل كبير والماء هذا أمر خاطئ، الجسم راح ينشف ويتعرض حق اللي هو الجفاف خلال فترة الصيام. العضلة نفسها تتعرض للجفاف، والعضلة 70% أو الجسم 70% اللي هو من الماء الموجود في الجسم، على أساس يساعد على سيولة الدم، يساعد كذلك على التقلصات العضلية، يساعد على تقليل التمزقات اللي تحدث في العضلة عفواً، وأيضاً راح تساعدك على مرونة العضلة. فبالتالي خلال فترة الفطور تحتاج أنك تشرب كمية كبيرة من الماء، وأيضاً تتناول الغذاء من البروتين والألياف وأيضاً الفيتامينات والمعادن، وأيضاً الدهون الصحية مهمة على أساس الدهون النافعة اللي هي تكون على القلب ما تنزل عندك، أو الكوليسترول النافع. الكوليسترول النافع إذا نزل عندك ممكن يسبب لك جلطة أو يسبب لك بعض المشاكل في القلب، فتحتاج أن الكوليسترول النافع يكون متوسط عندك وأيضاً ما ينزل على أساس أنه يسبب لك أساس ما يسبب لك أي الآثار الجانبية. أيضاً خلال هذا الشهر حاول أنك تمارس الرياضة بالشكل الصحيح من دون اللي هو إرهاق أو من دون المبالغة في التمرين، وأيضاً حاول تتناول وجباتك واتبع عملية الدايت ولكن أو الرجيم، ولكن لازم تتناول الدهون الصحية والماء وهذه الأنواع من الغذاء على أساس ما تسبب لك أي أضرار جانبية خلال هذا الشهر الكريم. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين في الكرسي الموجود أمامي اللي هو الكرسي العلوي، وأيضاً تقدر تستخدمه في أكثر من تمرين، ولكن اليوم أنا راح استهدف أكثر من عضلة،
مع هذا البنش او الكرسي الموجود معاي زائد الدامبلز. التمرين الاول راح استهدف اللي هو عضله الصدر بهذا الشكل، لاحظ اثبت الجسم بهذه الطريقه، الذراع راح تكون بهذا الشكل، اصعد الى الاعلى بهذا الشكل، استهدف عضله الصدر العلويه. ايضا طبعا ركز على الذراع على اساس ما تسبب لك اي اصابه، بمعنى ما تكون بهذه الطريقه، لاحظ هذه الطريقه الصحيحه، فقط النزول على هذا المستوى، الصعود على ايضا هذا المستوى بهذا الشكل. حاول قدر المستطاع انك تنزل بهذه الطريقه. ايضا من خلال هذا التمرين تقدر ايضا تستهدف منتصف الصدر مباشره، تحرك بهذا الشكل على اساس تستهدف اللي هو منتصف الصدر العلوي بهذا الشكل. استهدفت التمرين الاول خارج الصدر العلوي، الذراع بهذه الطريقه، استهدفت منتصف الصدر بهذا الشكل. الحين طبعا راح استهدف اللي هو عضله اللاتس اللي هي عضله البيطان بهذه الطريقه، راح اثبت جسمي بهذا الشكل، لاحظ طريقه الجسم، اسحب بهذه الطريقه. هذا التمرين راح استهدف فيه عضله اللاتس او عضله البيطان اللي هي بهذه المنطقه، لاحظ ايضا طريقه الذراع تكون بهذه الزاويه، بمعنى ما راح احرك بهذه الطريقه، هذه الطريقه راح استهدف فيها عضله الاكتاف الخلفي، اما اذا كانت بهذه الزاويه راح استهدف عضله البيطان. لاحظ احرك بهذه الطريقه على اساس استهدف عضله البيطان. ايضا التمرين اللي بعده راح استهدف اللي هو العضله الخلفيه للاكتاف، راح اثبت الجسم بهذه الطريقه، انزل بهذا الشكل، احرك بهذه الطريقه. لاحظ طريقه التمرين استهدافي حق هذه العضله من هذه المنطقة بهذا الشكل. طبعا عدد التكرارات بالنسبة حق الجولات تكون اللي هي 10 تكرارات في 3 جولات. ايضا بالنسبة حق البنشل او الكرسي الموجود امامي تقدر تستهدف فيه عضلات اخرى، على سبيل المثال راح نستهدف عضلة المعدة، راح اثبت الدامبلز بهذا الشكل، احرك بهذه الطريقة، استهدافي حق أسفل عضلة المعدة. عدد التكرارات تكون 10 تكرارات في 3 جولات. وهذه كانت تمارين اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.